المكتبية، والتي هي كانت برعاية السيد رئيس الجامعة التقنية الوسطى الأستاذ الدكتور عبد المحسن ناجي المحسن، وبإشراف سيد عميد معهد إعداد المدربين التقنيين الأستاذ المساعد الدكتور سالم حريز جسام. وقد كانت من ضمن نشاطات الشعبة العلمية وبالتعاون مع قسم التقنيات الميكانيكية، وكان محاضري الدورة في اليوم الأول الأستاذ المدرس المساعد فاز موسى لهمود، وهو مسؤول مركز التعليم الإلكتروني في المعهد. وفي اليوم الثاني كانت من نصيب المحاضر كان من جامعة واسط كلية علوم الحاسوب المدرس غيث علي حسين، وفي اليوم الثاني والثالث والرابع وإن شاء الله يختم الدورة الأستاذ فائز. الدورة اليوم آخر يوم الخميس، والتي كانت هي بدت من الفترة من 16 إلى 20 واحد، وكانت خلال الفترة طرق والمحاضرين إلى محاور عديدة من ضمنها برنامج معالج النصوص، أولا مقدمة عن الحاسوب، وأيضا برنامج معالج النصوص الوورد، برنامج جداول الحسابية الأكسل، وأيضا الباوربوينت برنامج العروض التقديمية، وبرنامج قواعد البيانات الأكسس اللي هو اليوم حيتطرق لها إن شاء الله وتكون ختامية الدورة. إن شاء الله أستاذ فائز جاهز لليوم نعم إن شو شاء جاهز الله. إن شاء الله. إن شاء جاهز إن الله، شاء الله. تفضل المايك لحضرتك. تمام. السلام عليكم جميعا، إخواني الحضور، أخواتي الحاضرات، أرحب بكم في اليوم الخامس من دورتنا، دورة استخدام الحاسوب والبرامج المكتبية. مثل ما قالت نادي، يعني تطرقنا إلى برامج الأوفيس بصورة عامة، هي الوورد والإكسل الباوربوينت، وان شاء الله اليوم راح ناخذ ان شاء الله البرنامج الاكسس والبرنامج الرابع من برنامج الاوفيس. اخوان طبعا هم مثل ما قلنا جميع الاوفيس الشغل عن طريق ستارت، ثم بروجرام، ثم مايكروسوفت اوفيس، ثم البرنامج الجديد. يعني راح اشغل كالعاده برنامج الاكسس من ستارت، ثم نختار فولدر اسمه مايكروسوفت اوفيس، بس نشغل الشير. ثواني. نعم، فانا قلنا نشغل الاوفيس عن طريق قائمة ستارت، ثم البرامج نختار منها مجلد اسمه مايكروسوفت اوفيس، وعن طريقه اختار برنامج الاكسس 2010، راح اشغله هسه مبدئيا. هذا هو برنامج الاكسس. اخوان لاحظوا وياي، اعطاني واجهه تختلف عن واجهات برامج اخرى، عن واجهه الوورد، عن الاكسس، عن الاكسل، عفوا عن الاكسل، عن الباوربوينت، واجهه مستقله بذاتها تختلف عن باقي البرامج. نا اخواني بدايه الاكسس يطلب من اخواني بالباوربوينت، بالوورد، بالاكسل، كنا شو نسوي؟ كنا نشتغل بعدين نحفظ. كنا نشتغل بدايه نسمي مثلا الناس، نعدل الناس، ننسق الناس، هذا الوورد، بعدين نحفظ الشغل مالتنا. بالاكسل نفس الشيء، كنا نسوي الورقه مالتنا، نشيكها، ندخل بياناتنا، نسوي حساباتنا، نخلط، ممكن نحفظها بالاخير. نفس الشيء بالباوربوينت، كنا نصمم الشرائح، نصمم الصور، ما اعرف شنو، وبعدين نحفظ. بالاكسس الوضع يختلف. اول شيء يطلب منك انشاء ملف وحفظه في مكان معين، هذا اول شيء يسوي. لازم ننشئ ملف للقاعده مالتنا، البيانات، نحفظها في مكان معين من الحاسبه، سواء كان على السي او على الدي او غير مكان اخر. طيب، انا هنا عندي خيارات بالانشاء للقاعده مالتي، اما انشئ قاعده فارغه، يعني ما بي شيء فارغ ابدا، اوكي، ما بي اي شيء، يعني مباشره تكون فارغه، انا بدي اصمم وانشئ الاريد اني، وهذه تكون قاعده بيانات فارغه، تكون على، يعني خلينا نقول مركزيه، على سطح المكتب مالتي نفسي او على الحاسب مالتي. ممكن انشئ
عز بيانات تكون على الانترنت، يعني اشياء اونلاين. هذا عن طريق خيار اسمه قاعدة بيانات فارغة على الويب، انشئها على الانترنت. ممكن جدا ممكن انشئ قاعدة بيانات من القوالب الاخيرة، مثلا نستخدم القوالب الاخيرة، مثلا خلينا نقول الباحة والرباحة، نستخدم قوالب. ممكن عن طريقها نلجأ نستخدم قاعدة اخرى وانشئ عادي، او ممكن نستخدم نماذج للقوالب الموجودة داخل الحاسوب مالتي، او قوالب عامة بالانترنت او باي مكان بالحاسبة. هذه اخواني، هذه ملخص ونشئ قاعدة بيانات. هسه انا راح انشئ بداية فارغة، من اختار قاعدة بيانات فارغة. هنا اخواني راح اقول لي انطيني اسم القاعدة، شو اسميها مثلا؟ مثلا اسميها، خلينا نقول مثلا نسميها، خلينا نقول انا اخواني لاحظوا وياي الاسم ويا اكو امتداد الملف، انا غير فقط الاسم ما غير امتداد الملف. أنا امسح الداتابيس واحد، ممكن اسميها خلينا نقول مثلا الطلبة، الطلبة مثلا سميها الطلبة. اوكي اخواني، ناس راح يحفظها، وين يحفظها افتراضيا؟ يحفظها هنا بعد امتداد اخواني، هنا امتداد، هنا يحفظها، يحفظها على السي باليوزر بالدوكيمنت مسندات المستخدم. انا ممكن اغير مكان الحفظ، مثلا اخليها على السي او على الدي. شلون اغير مكان الحفظ؟ لان انا عندي اكو فولدر صغير اصفر اضع عليه، نقول له خلي اياها على الدي مثلا، مثلا على الدي اقول له، اقول له موافق. الناس خليها على قرص الدي، وهسه اقول له انشاء القاعده هذه. هسه سوينا انشاء، انشاء للقاعده اخواني. من صارت انشاء للقاعده اوريدي فرضيا شطه انطاني جدول مفتوح، هذا جدول اول جدول قاعدتك. انا ممكن ابدي اصمم بيه عادي اوريدي، ممكن اني مثلا اغلق هذا ما اريده حاليا. اوكي، وانا ابدي اصمم شيء مثلا جدول، مثلا فورم، ابي اعرف شنو. اخواني ملاحظه مهمه، ما اقدر اشتغل على الاكسس اذا ما عندي جداول. هو اساس شغله جداول، لازم اكون قاعده بيانات تكون من جداول، عن ضوئها راح اشتغل الشغل مالتي. طيب راح يصير واحد يقول شو قاعده بيانات؟ يعني شو قاعده بيانات؟ هسه جاوبك مفهومه، لكن شو قاعده بيانات؟ اخواني قاعده بيانات عباره عن جدول او مجموعه جداول، اما يكون جدول واحد او يكون مجموعه جداول. بشرط يكون جداول هاي لها نفس خلينا نقول الكلاس الرئيسي، يعني كلها تصب في مصلحه شخص واحد او خلينا نقول شيء واحد. مثلا على سبيل المثال، مثلا ننشئ مثلا قاعده الطلبه، ممكن يكون بها جدول الطلبه، معلوماتهم، اسمائهم، مثلا عناوينهم، موبايلاتهم، وهكذا. لسه قاعده ممكن انشئ جدول اسمه الدرجات لكل طالب، خلي له مثلا درجاته هذا الجدول. اوكي، معدلاته، مجموعه، وهكذا وهكذا. الاخوان شنو القاعده البيانات؟ عباره عن جدول ومجموعه جداول ترتبط بشيء واحد، لها علاقه بشيء واحد. لما يصير مثلا نسوي مثلا خلينا نقول قاعده بيانات تبيها، خلينا نقول جدول الطلبه وبيها جدول مبيعات، شو علاقه المبيعات بالطالب؟ لا، انا لازم يكون عندي جداول كلها تحت مسمى واحد، تحت خلينا نقول كلاس واحد، نوع واحد، كلها تخص شيء واحد. اوكي، مثلا خلينا نقول مثلا واحد يسوي مثلا جدول قاعده بيانات مثلا مثلا لشركه مبيعات، ممكن يسوي جدول مبيعات، جدول خلينا نقول مشتريات، جدول خلينا نقول مثلا اي شيء ثاني يخص هذا الموضوع يعني بصوره عامه. طيب هسه اخواني راح بدي انشئ الجداول مالتي. وين انشئ جداولتي؟ راح القاها في قائمه اسمها او تو اسمها انشاء. هذا هنا اخوان شوفوا انشاء، هنا ممكن انشئ جداول، ممكن انشئ استعلام، ممكن انشئ نموذج، ممكن انشئ تقرير، ممكن انشئ ماكرو. راح نجي هذا واحد واحد ان شاء الله. هسه عندي اول شيء انشاء جدول، انشاء جدول اخوان عندي طريقتين لانشاء جدول. طريقه عاديه انه اقول له هذه شوفها جدول، طريقه عاديه نعطاني نعطاني
جدول بس فارغ، ممكن سنة أقولها أول حقل، ممكن سنة يكون سنة اسم الطالب، أوكي يعني لازم اسم الطالب هذا أول حقل، أوكي ممكن سنة أقول سنة الحقل الثاني مثلا، ممكن سنة الحقل الثاني خلينا نقول مثلا مثلا العمر مثلا، الحقل الثالث يكون مثلا رقم الهاتف مثلا، وهكذا ابدا عاد اصمم ما تجي دول اخوان يسمون عندي الاسم العمر الحقل مثلا سده ونحفظها هسه ولا حفظ نقطة اغلاق راح يقول لي تحفظها؟ قال لي نعم اريد احفظها، نعم حفظ تسمي خلينا نقول جدول الطلبة تقول له موافق، خلاص جاي افتحها بعد سنة افتح الجدول شطاني هذه جدول، اوكي خلاص ممكن طبعا اضيف البيانات مالتي مثلا اسم الطالب شنو عمره شنو وهكذا، بس هذا طبعا هذا تصميم طبعا مو خلينا نقول مو عملي، دائما افضل شيء نستخدم تصميم عن طريق شيء اسمه تصميم جدول، هذا امر هذا افضل من الاول، ليش افضل؟ هسه شوفوا الاخوان الفرق، صح هذا تصميم جدول هذا هواي يكون فعال عندي، ليش اخواني؟ بهذا التصميم انا ممكن اختار اسم الحقل اللي هو مثلا اسم طالب، عمر الطالب، رقم الهاتف، العنوان، هنا عندي خاصيه اخرى عن طريقها ممكن اختار نوع البيانات تكون داخل الحقل، هل هي مثلا بيانات نصيه، بيانات رقمية، بيانات ممكن تكون تاريخ أو وقت، ممكن تكون كائنات كصور مثلا، يعني مثلا ممكن مثلا خلينا نقول يكون الطالب اسمه مع بيانات مثلا نصية، رقم الهاتف ممكن تكون نصية، مثلا خلينا نقول العمر ممكن يكون رقمية، ممكن يخلي فينا صورة الطالب، خلينا نقول كائن كصورة، أوكي إخواني بس نشوف الفرق، حتى أنا أسوي جدول ماسي. اللي أول حقل أسميه اسم الطالب، هتكون بيانات شنو يقولون بيانات تكون نصية نص، كإخواني لا إخواني شو طاني جو طاني خصائص الحقل هذا، إن الحقل قد كم حرف ياخذ الناس حاليا افترضني يعني يعطيك 255 حرف، صور كل شافي ماكو اسم أكثر من 255 حرف، أوكي هنا عندي مثلا تنسيق هذا النص داخل الحقل جديدة، ممكن مثلا اختار تنسيق معين مثلا، اوكي هسه نرجع ان شاء الله، طيب اخر مثلا خلينا نقول عمر الطالب مثلا نخليها خلينا نقول رقمية ارقام، اوكي طيب ممكن خلينا نقول القسم مالته يا قسم هو مثلا خليها مثلا نص، اوكي مثلا تاريخ الميلاد مثلا اختاره يكون مثلا تاريخ وقت او تاريخ نفسه، ها طبعا انا مو قلت تاريخ وقت، هنا يكون خاصية هي صيغة التاريخ مثلا تاريخ وقت او فقط تاريخ، نختار مثلا عندنا تواريخ مثلا، اوكي توقف علامات مثلا، وانا راح اخليه افتراضيا انا اختارها اوريدي يوم الوقت انا مثلا شنو هاي تم افتراضيا انا او ما ادري يعني حاليا قناع الادخال، اوكي اخوانا اكو شيء اسمه قناع الادخال راح اقول مثلا دخل لي كالتالي، اوكي لازم احفظ الملف احفظه سميه الطلبة لا موافق نعم السجال، اوكي طيب نا اخواني بعرفها قلت له تاريخ وقت حدد ده انا ما اتوقع بس تاريخ ما شي علاقة شوف يا ساعة ولد هو طالب بس تاريخ مثلا، انا عندي قناعة خال ممكن نقول له فقط اريد تاريخ، انا بس نشوف ما ليش ما جاتهم
احذف هذا، ثواني احذف هذا القديم، اوكي تمام. يلا هسه نختار، نعم نعم اخوانا اختار صيغة التاريخ مال الشيء ده، اي مثلا وقت، معناها مثلا وقت لونج تايم، وقت طويل مثلا ساعات ودقائق وثواني، او ممكن شورت تايم اللي هو يوم شهر وسنة، او ممكن شورت تايم اللي هو فقط ساعات ودقائق، او ممكن ميديوم تايم اللي هو ساعات دقائق مع المساء او الصباح، او ممكن ميديوم ديت اللي هو تاريخ اليوم والشهر ككتابة، يعني شهر نفسه كتابة، والسنة عبارة عن فقط رقمين مثل 69 82 83 وهكذا. انا اختار شورت تايم اللي هو يكون تاريخ ووقت يوم وشهر وسنة، واقول له نيكست التالي، اوكي ثم التالي ثم انحاء. هسه ممكن يدخل الشخص المخول، حيدخل فقط تاريخ مواليد اللي هو يوم وشهر وسنة. هسه أنا مثلا خلصت المعلومات العامة، هسه نحفظ، ممكن مش على هاي الحفظ فوق، أو ممكن نغلق تنامر يحفظ يلعب حفظ، لو جدول اسم الطلبة سويناه كملناه. هسه ممكن نسوي جدول آخر، بس خلينا نقول الدرجات، أوكي أجي أقول له إنشاء جدول. طبعا اخوان اللي ما انتبه هسه انتبه علي، راح اعيد طريقه انشاء جدول بصوره اوضح. انشاء اخواني حتى يكون جدول يخدم التحكم يكون افضل، صار تصميم جدول، انشاء تصميم جدول. انا اختار جدول ثاني مثلا، خلينا نقول ها اوكي تمام. هسه مثلا اختار اسم الطالب، الطالب انا خليته خلينا نقول إلى نص، مثلا خلينا نقول درجة اللغة العربية، عربية مثلا نخلي اللغة إنجليزية، نخلي مثلا اللغة العربية لازم تكون درجات هي أرقام، اللغة الإنجليزية خليها أيضا رقم، نخلي أيضا الرياضيات وخليها أيضا رقم. هسه كملنا الجدول الثاني هو الدرجات، أوكي نحفظها هسه، نحفظ كل أسماء الدرجات، أقول له موافق. فأنا أعطاني إخواني، أعطاني رسالة يقول لي أنت ما مسوي مفتاح أساسي، ما مخلي مفتاح أساسي للجداول مالتك. طيب إخواني صح ولا لا؟ إخواني ما مفتاح أساسي، شنو مفتاح أساسي؟ ما مفتاح أساسي، شنو الكي؟ سمعنا كي، باينري كي. إخواني مفتاح أساسي عبارة عن ربط بين جدولين لتقليل التكرار، يعني مثلا الطالب هسه هذا الجدول الاول، الطالب اسمه، ما فيه في اسم الطالب، عمر الطالب، القسم، تاريخ الميلاد، اوكي درجات ايش في اخواني، بي اسم الطالب، اللغه العربيه، اللغه الانجليزيه، رياضيات. اخواني هسه مثلا خلينا ندخل اسم طالب واحد، اوكي اجي مثلا خلينا نقول ندخل اسم طالب واحد، مثلا خلينا نقول اسمه أحمد، محمد، حسين، أوكي مثلا خلينا نقول عمره 20، قسماته خلينا نقول مثلا ميكانيك، أوكي ميكانيك. تاريخ الميلاد ما يضغط يا اخواني، احد شنو ثاني فواصل، يعني لازم ادخل تاريخ وواقع، يعني يوم وشهر وسنة، اوكي اخواني مثلا ادخل 1900 ومثلا ها اوكي هذا اليوم
بشهر خلينا نقول واحد صار عندي اوكي عفوا انا دخل مثلا انا دخل اليوم 01 شهر مثلا 02 شهر 2 سنة 1999. هذا اخواني الطالب الاول كمان منه، ثاني اسم الطالب، ثاني عمره تاريخه وقسمه وتاريخ ميلاد اخواني. هسه اخواني اذا اريد انا ادخل بيانات للطالب درجاته، لازم الدرجات ودخل لازم اسم هو احمد محمد حسين مثلا. لغة العربية خلينا نقول مثلا ماخذ 80، رياضيات بالانجليزي مثلا 75، رياضيات مثلا خلينا نقول 85. وانا هسه لاحظوا وياي، لاحظوا وياي موضوع جدا مهم. هسه اني بالطلبة عندي اسم الطالب مكون من اربع ثلاث اسماء، محمد حسن اوكي. بالدرجات هم عندي اسم الطالب وايضا بي ثلاث اسماء، مو ثلاث يعني اسم ثلاثي. فهذا خلينا نقول راح مثلا عندي 2000 طالب او 3000 طالب، هذا اخوان راح يكون لي قاعده تكون ثقيله الحاسبه، ثقيله بالاستخدام. ليش؟ لانه جاي يكرر البيانات، جاي يكرر اسم الطالب في جدولين بالطلبه بالدرجات. ممكن عندي جدول اخر، ممكن مثلا خلينا نقول مثلا اي جدول اخر مثلا اي تخصص طلاب، ممكن اكرر بعد مثلا اكرر اسم الطالب. عندي تكرار بالبيانات طلاب اخواني، فيفعل البيانات يفعل القاعده مالتي تقل حجمها. شنو الحل؟ انا ما اذكر اسماء طلاب ولا اذكر اي شيء اخر. شنو الحل اخواني؟ الحل اخواني نلجا الى المفتاح الاساسي، يعني نربط جدولين ببعض. شلون؟ أرجع أسد هذا الجدول، أول شيء خليني أمسح البيانات مالته، أوكي، وأرجع أمسح بيانات هذا الجدول الثاني الطلبة، أمسحها، بقى إخواني، صح شو هسه؟ أحسد هذا، أقول له نعم حفظ، وهذا أسده منه، أقول له حفظ، وأنا حتى أربط جدولين لتقليل التكرار. يعني ما احتاج اكرر الاسم مرتين، هذا جدول هذا جدول، لا هذا جدول واحد بعد. شوف ايش اسوي، الجدول الاول اجي عليه ارجع بتصميم مالته اصممه انا اخوان. شلون اسموه العرض عندي مال الجدول؟ تبي عادي كل منها من الفايس، يعني اكو عرض نختار عرض تصميم، ارجع اصمم من الجدول مالتي سعيده اوكي. لا اخوان ايش اسوي؟ معرف راح اسمي مثلا خلينا نقول رقم الطالب، رقم الطالب هذا اخليه مفتاح اساسي، كليك ايمن شو اخليه؟ اخليه مفتاح اساسي حتى ما يصير واحد يكرر، ما يصير طلاب اثنين نفس الرقم، لازم يكون طالب له رقم خاص به ما يتكرر مع اي طالب اخر. شو عندنا مثلا بالبطاقه الموحده؟ عندنا رقم الموحد، ماكو مواطن بالعراق له نفس الرقم الموحد ويا شخص اخر، مستحيل. اوكي اخواني نفس الشيء، هذا شيء في اللي يطلع في اني باش نرجع عشان طالب بس رقم واحد يطلع قبل اسم طالب بياناته اوكي. ممكن اخلي رقم تقييم تلقائي، ممكن انا اخلي مثلا تقييم من عندي انا رقم مثلا خلينا نقول تقييم هو نص، انا اخلي نصوص مثلا اوكي. ومن ايش اخلي المفتاح اساسي هذا الحقل اوكي اخواني. هسه راح ارجع احفظ هذا الجدول واسده، بس حاجة وين نرجع على الدرجات. هسه هذا شنو عرض؟ عرض طبيعي. من شنو غير عرض تصميم؟ اجي على الصفحة الرئيسية اختار عرض منها ولا عرض تصميم. هسه خش اسوي على شو طابع غير اشيله، مش اخليه رقم الطالب نفسه اوكي. وارجع كليك ايمن، واكو شيء اسمه مساحة ذاتي نفسها خليه مع اخواني. صار عندي مساحة ذاتي هذا الملف اوكي،
واللي الساعة 3 المهم الثاني هو الطلبة، بحيث يكون مثل تكرار البيانات. تمام؟ يجي هسه. هسه اخواني لأجي أكتب السلسلة هذه الأول، تبدأ نحفظ بيانات. عشان أجي هنا اخواني على الطلبة، مثلا خلينا نقول دخل رقم الطالب، مثلا خلينا نقول رقم الطالب مثلا ST student ST مثلا خلينا نقول 001، هذا الطالب رقمه. معناته نقول له اسم الطالب أحمد محمد حسين، عمره مثلا خلينا نقول 20، القسم مثلا ميكانيك، مثلا ميلاد مالته خلينا نقول 02/01/1999. بس اخوانا هيك كملت الطالب الاول. اوكي هسه اسده حفظه، وش حفظه اسده. وانا سنلاحظ نرجع لجدول الدرجات، من اقل المفروض هسه المفروض يقل لي اسم الطالب المفروض يجينا قبل واحده، احنا ما جاب لي ليش؟ المفروض انا وانا قلنا هذا اساسي المفروض واحده يجينا اسم طالب رقم طالب، ليش ما جاني اخواني؟ لان اخواني ببساطه ما ربطنا الجداول، ما سوينا ربط ويا بعض. حتى شو اخواني حتى ينقل بيانات من الجزء الاول رقم الطالب الى الجزء الثاني لازم يكون ربط الجداول، يسوي ربط لازم. طيب شلون اسوي ربط اخواني؟ شوف اخواني شلون اسوي ربط جداول، شلون اربطهن؟ اجي على اداه اسمها اداه قاعده بيانات اللي فوق. اوكي اختار شيء اسمه علاقات، روح عليه اخواني نعطيني دواماتي طالب والدرجات، راح اثنين اقول اضافه في الاول واضيف الثاني، ضفتهم. اوكي هسه اخواني اجي اربط، شلون اربط اخواني؟ حيث الموضوع اجي اسحب من رقم الطالب بالطلبه، اضغط كليك يسار وابقى ضاغط ماشي يمين الماوس، ابقى ضاغط واسحب وين اخليها؟ على رقم الطالب وين؟ بالدرجات. انا اقول لك علاقه بينهم، اقول له اوكي اكو علاقه، انا اخلي مش متفاهم صوتني نفس الاسم. اوكي ارجع اخواني اسحب منها. اوكي على رقم الطالب بالطلبه، لا ما جاتني ليش؟ نشوف والله. طيب خلينا نقول موافق اشياء. أنا أقول لكم مشكلة عندك في الجداول، يقول أنت جاي تربط جدولين، أوكي؟ ما لهم علاقة ببعض، بس مو صحيح، يعني لهم علاقة ببعض، إنه هذا طالب وهذا طالب، هذا بدرجات هذا بأسماء بين الطالب، زين؟ طيب. نحاول نشوف لنا الربط او بلا شيء جديد مثلا درجات مثلا اسم العمود مثلا رقم الطالب، هنقول له طلبة، نقول له رقم الطالب، نشوف ايش يصير. بس من جاي الثاني زين، بس والله كل لا كل عشان في فرق شيء عندي بديتي. طيب مش عندي اوكي رابطي باخواني، بس اعيد الموضوع اخواني راح ارجع اعيد. بس انا احذف الربط كم هنا كليك ايمن اقول له حذف. هون شنو هنا شلون ربطنا اخواني؟ قلنا سوى شيء اضغط منه على رقم الطالب واسمه نخليه على رقم الطالب بالدرجات. انا اقول لك اسعدنا ان شاء الله، اخلي عندي اكو خيارات عندنا اخوان شوفوها. انا مثلا يقول لك عندك مثلا اذا حدث جدول، اذا حدث الحقل هذا مثلا اضيف بيانات من حق رقم طالب،
احذفها من بالثاني، ولا اوكي تمام. اذا احذف حميت الفريده اوكي، راح انا اخواني حتى اربط اخواني، اختار نوع الربط واقول له اربط لي كل الى كل، يعني كل طالب لدرجات خاصه بي، كل درجات الى طالب خاصه بها، ولا كل الى كل اوكي، واقول له موافق. حتى اقول له انشاء الربط، ثاني اخواني شيطاني ثاني ربط كالتالي اوكي. هسه نحفظ الربط هذا، نعطيه اغلاق، هسه ارجع بالطلبه، نجي نساعد البيانات درجات اوكي. هنبدا نحفظ الطلبه، نرجع نحذف هذا، انا احذفه، حذف وارجع احذف بعد جديد اوكي. هسه هنقول HT 001 اسمه أحمد، اسمه أحمد، محمد، علي مثلا، عمره خلينا نقول مثلا 20، بقسم ميكانيك، ميلاد مثلا عندنا اليوم صفر اثنين صفر واحد 1999. اخواني اضغط انتر، اخواني لا شندينا راح يكون في زائد صغير يم رقم الطالب، شوف اخواني يكون زائد صغير من الطالب، شوفوا نضغط عليه اخواني، شو الثاني طاني شنو الجدول الثاني، شوف لا اخواني نعمله جو الجدول الاول، ما تحتاج الجدول الاول بعد هاي انا اقبل اضيف اقدر، انا اقول لا بالعربي مثلا نقول مثلا اخذ 80 مثلا، نيجي مثلا اخذ نقول 75، بالعربي مثلا خلينا نقول 90 اخواني، راح احفظ اخواني راح احفظ الجدول هذا سده، راح اجي افتح على درجات صارت اخواني، واحد اضافه البيانات ما اضيف على هاي، بس افتح واحد اضيف اقدر بيانات اقدر مثلا اضيف واحد مثلا جديد طالب جديد مثلا، خلينا نقول اسم رقمه ايش مثلا اس تي 002 مثلا مثلا هذا اوكي تمام. اخوان شو يقول هسه هكمل، مثلا نقول مثلا 70 بالعربي نجي مثلا 65، يلا مثلا نقول 50 اخوان، هسه قلنا شو نضيف بيانات الطالب، يعني خلينا نقول اسمه مواليده، ممكن عن طريق الطالب ممكن منها مباشرة، يعني زائد صغير هذه يمها اوكي، اقول موافق. طبعا شو يقول لي؟ انا اقول ما يصير يضيف منها لهناك فقط، يعني بالغرفه العكسيه من الطلبه الدرجه فقط. اوكي موافق هسه. خلينا نسد، طبعا من اسد اخواني ما يحفظ، ما يحفظ، ما يصير يضيف منها بس هناك الوظيف فقط من الطلبه. سدها هسه منها. نعم. سترجع طلبه. هذا نضيف هذا، ما اقدر اضيف هناك بالعكس، فقط اضيف منها لهناك، هذا اساسي لكن فرعي. اس تي 02 مثلا زينب أسامة صالح مثلا، العمر خلينا نقول مثلا 19، قسم إلكترون، ميلاد مثلا 10 11 2000 مثلا. اخواني ليش ما اضيف درجات؟ ممكن اسد على هذا، ممكن احفظه عادي، احفظ ممكن اسده واجعل درجات في القناه اوكي. اسد هذا ارجع عليه هذا احفظه مقنع، ممكن ممكن اضيف البيانات زينب درجات مثلا، ممكن اخواني اسد هذا بعد هاي هي، وانا اجي على جدول الدرجات اخوان الجهة. الله في هذا ما كويس اوكي ماشي. طيب نرجع اخواني على الطلبة، وعندنا قلنا اجعل زائد وش درجاتها، ممكن مثلا بالعربي 90 مثلا، نجي مثلا خلينا نقول 85، ولا خلينا نقول 92. هسه نحفظ جدول، نعطي اكس
اخواني شو ثاني هسه ثاني رجعت شنو زينب هاي بناتها في عندي زينب وسامة صالح عمرها 19 شلون وجهها 20 هسه رجع محمد الاول بس الشيطاني بناته محمد علي 20 ميكانيك 30 وهكذا هاي اخواني طريقة انشاء جداول شلون اربطها ببعض حتى اكون قاعدة ترابطها ببعضها البعض لتسهيل ادخال البيانات من جذر لجذر اخر. طيب اسمع في هذه الجداول راح اجي هسه اوكي انا اخوان ما راح اقول شيء راح اخذ شغلات مهمه جدا في البرنامج وفي الباقي انتم عاد يقدر تني تعمق بيها من خلال اليوتيوب من خلال مواقع الالكترونيه ممكن تدخل على هوايه الكترونيه بالانترنت ممكن عن طريق يشوف الشيء يخص الاكسس بصوره عامه وهكذا فاعطيك شغلات مهمه جدا بالاكسس ثم نختار شنو الشيء اللي يفيدنا فقط. طيب هسه انا قلنا اخواني شلون دخل بيانات عن طريق جدول دخل بيانات بصوره سهله جدا. انا اخواني اكو ناس ما تعرف شلون يسمي تحت جدول شلون ما اعرف شنو اكو ناس خلينا نقول لما نسميهم انا اسميهم اكو ناس مستخدمين الحاسوب اكو تو يوزر للحاسوب اكو نسميهم يوزر الخارجي واليوزر الداخلي الاكسترنال يوزر والانترنال يوزر مستخدم الخارجي اخواني هو خلينا نقول علاقه بالحاسوب علاقه سطحيه ما يحب يتعمق بالحاسوب ما يحب يتعمق بشغل الحاسوب لا هو شغلته فقط دخل بيانات يعني تجي واجهه رئيسيه واجهه رسوميه سهله دخل بيانات وهي خطه ما علاقه شو داخل بيانات ما علاقه اكو لا اكو يوزر تسمي انترنال يوزر اليوزر الداخلي هذا خلينا نقول شويه نشيط يحب يتعمق بالبيانات يتعمق بالشغل ما يكفي فقط بالواجهات الخارجيه لا يحب مثلا يشوف اللقاء البيانات من جوا يشوف مثلا الجداول من داخل وهكذا هسه احنا راح نشتغل واجهه لليوزر الخارجي مثلا واحد عاجز ما له علاقه يدخل يشوف جداول شنو هي يدخل بيانات لا شيء جاهز واجهه خارجيه عن طريق خيط البيانات وهي خلص الموضوع. زين شلون ننشئ؟ شلون ننشئ؟ واجهه رسوميه للمستخدم الخارجي. طبعا الموضوع جدا سهل. اكو عندي شيء اسمه نموذج او فورم. عن طريقه تكون انا ممكن اصمم نموذج خارجي للمستخدم الخارجي يكون سهل الاستخدام وسهل ادخال بيانات. وين لقاه هذا اخواني؟ طبعا نفس الشيء لقاه في قائمة إنشاء أنا اخواني إنشاء ثم اختار أمر اسمه نموذج ثم اختار أمر اسمه نموذج أو عليه ناشي خلص شطان اخواني طبعا النموذج جاهز طبعا من نموذج للطلبة بيه بس اليوزر الخارجي ما له علاقة بجدول يجي هنا قبل دخل بيانات اخواني هنا دخل بيانات قبل عندي رقم الطالب واضح يعني في شيء واضح جدا رقم الطالب داخل رقم الطالب اسم الطالب عمره في القسم التاريخ طيب شلون ينتقل الى شخص اخر من هنا عندي اكو تحكم للاسفل ما عندي هذا السجل التالي طبعا عندي واحد عندي سجلين واحد اثنين بس عندي هذا الاول من الثاني ينتقل للسجل الثاني هذا الثاني زين اسامه اذا جاء الاول ناجي الاول وهكذا هاي اول الثاني مثلا يضيف واحد ثاني جديد يجينا عندك سهم يم نجمه لو اسمه سجل جديد فارغ هو عليه يعطيه شنو؟ واجهه فارغه تكتب بيانات مثلا خلينا نقول مثلا دخل خلينا نقول مثلا صفر من شنو من دخل اوكي ثواني انا عندي يعني عرض التصميم اجي اختار عرض النموذج اخوان مثلا دخل مثلا اس تي مثلا اس تي ثالث اس تي مثلا 003 على رقم الطالب نقول اسمه مثلا على مثلا اسمه على الدين احمد مثلا عمره مثلا خلينا نقول 21 القسم مثلا كهرباء تاريخ ميلاد نجي نضغط نفس الشيء ثاني صفر مثلا 5 صفر 8 2000 هات شنو
في الطالب الثالث وهكذا. شنو تدخل اسهل اليوزر الخارجي عنده واجهه رسوميه تدخل بها بيانات بصوره سهله جدا. اوكي، وممكن انا اسوي شغله، اسوي اربط عشان اخواني فقط بيانات الطلبه، يعني مثلا اساسيه ماكو درجات. انا ممكن اخواني في نفس الجدول اضيف نفس النموذج، اضيف خلينا نقول حقول طلبه ودرجات سويه، او ممكن اسوي كل واحد الى واحد، يعني كل واحد الى يعني نموذج خاص بي. مثلا ارجع اجيب الدرجات واقول مثلا فورم انشاء، مثلا فورم نموذج او فورم جديد، شوف انا هنا فقط نموذج الدرجات. انا مثلا دخل اسم الطالب، نشوف مثلا اخر واحد اسم علاء، مثلا اخذ فقط هنا الرمز نسخ لنا نسخ او نقله مباشره. عندنا نسوي فقط دخله، اوكي هذا الاول، هذا الثاني، هذا الثالث. انا اسوي دخل بيانات الطالب الثالث، عرض ناخذ نقول هذا الثالث. ممكن ناخذ مثلا العربي مثلا 80، مثلا الانجليزي 90، مثلا ويلا مثلا خلينا نقول 77 وضح. اوكي موافق موافق اخواني. شطاني شطاني رجعت الطالب. اخواني قلنا هو بيشغل الاكسس، يعني هذا قش في اسبوعين يلا كمله، بس انا اعطيتهم فكره عامه عنه. نقول هاي طبعا اخواني دائما التدريسيين المصممين التعليم العالي ماكو وقت عندهم مش بحيث يدرسوا يتعمقوا اساسيات. انت خذ الاساس اللي عندي هسه، مع الوقت تحاول تطور نفسك عن طريق اليوتيوب، برامج المواقع الالكترونيه، الكتب الالكترونيه. انت اهم شيء اساسيه، انت اهم شيء خذ الاساس عندي، فهم الموضوع بصوره عامه، شنو شغل الاكسس، شنو الفائده منه، شلون اسوي جداول اساسيه، شلون اسوي نموذج. بعدين التوسع يصير اسهل من البدايه، انت اهم شيء تاخذ البدايه اوكي، بعدين التعمق يصير سهل جدا. اوكي اخواني، ودائما اخواني خذها قاعده، اخواني اخواتي خذها قاعده، حتى واحد يتعلم بالحاسوب لازم يطبق. يعني شلون انا ستتعلم الاكسس، شلون اتعلم اخواني؟ دائما خلينا نقول خلي قدامك هدف. شلون اخلي قدامي انه واحد انشئ مثلا قاعده بيانات، مثلا خلينا نقول لمؤسسه تعليميه، مثلا ابدا عاد اخطط واصمم مثلا كم جدول احتاج، ليش احتاج الجدول هذا، كم بيانات احتاج الجدول، وهكذا. بحيث انه عندي فكره اساسيه عن الموضوع، عندي هدف قدامي بس من اشتغل عليه راح تواجهني صعوبات، تواجهني اخطاء، اتعلم منها بالمستقبل. بعد ما راح اتعلم اخطاء بيها، هاي بعد تعلمتها واخذتها عندي كبيس كقاعده عندي، بعد ما اخطا بيها. فدائما اخواني حتى تتعلم دائما لازم تطبق وتنفذ بيدك بالحاسبه. يعني اخواني انا هسه يعني من مثلا 2000 لحد انا هسه اشغل بالحاسبات، بس من اعرف شغله من خلينا نقول اسبوعين ورا اسبوعين اقوم انسى الموضوع، فلازم اراجع واكبر ذاك اليوم اكبر ذاك اليوم بالاكسل. شو نسيت شو اسوي حمايه للورقه، لان انا صار لي تقريبا ما يقارب 3 سنوات عارف الاكسل. ممكن الشغل بشغل بسيط جدا، مو حمايه يعني قويه بالاكسل، بس صار في صيغه ممكن اخذها. طبعا دائما الممارسه هي افضل وسيله للتعلم، الممارسه هي افضل وسيله للتعلم. انا هنا طبعا اخذت فكره عن الاكسس، عن الشغل مالته، قلنا اللي يطور نفسه اخواني يمكن يبحث عن طريق اليوتيوب والمواقع الالكترونيه. فانا دي انا ما سمع ما عنديش بعد عندي سؤال، تفضل اخواني. كنادية موجودة؟ نعم أستاذ فائز، نعم عشت إيدك. شكرا أستاذ فائز على المحاضرة القيمة، وعلى إن شاء الله على جهودك، ربي يبارك فيك وبه أستاذ غيث على هالدورة القيمة. والله بصراحة استفاديت أنا عن نفسي كلش استفاديت هواية أستاذ فائز، والله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ربي يبارك فيك ان شاء الله. شكرا جزيلا لكم. نشر العلم زكاة العلم هو نشره، ربي أكيد يحفظكم أكيد جميعا. أكيد إن شاء اذا الله. اكو سؤال
إن شاء الله. إذا أكو سؤال استفسار الحضور الكريم، أنا نزلت الرابط. قسم يسألون يقولون إحنا المرة الثانية أو المرة الثالثة النت كان ضعيف، النت والله ما أعرف، هسه نشوف أستاذ فائز، شوف يعني اللي يحضر 3 أيام أو 3 مرات موجود اسمه، أكو شهادة وأكو أمر إداري بالحضور. أما اللي حاضر والله ما أعرف، هاي يم أستاذ فائز هو مدير الدورة القرار يعني إله. دكتورة دكتورة يعني دكتورة الموضوع إن شاء الله إن شاء الله أخذنا إن شاء الله وإن شاء الله كل بكل إن شاء الله. يعني إذا ممكن مش دكتورة عادي سوي كثير مثل يعني حاضر مثل يومين مش دكتورة ما يخالف. إن شاء الله إن شاء الله يعني إذا كنا إن شاء الله مثلا جاي يحضرون تمام يعني بح حضرون يعني تمام ناس حضروا البارحة قالوا ما لحقنا نسجل أي بس شيء أول بارحة إن شاء الله شيء من أي يومين إن شاء الله. أكيد، هذا دليل على حرصهم ويريدون نعم يستفادون نعم نعم إن شاء الله. إحنا أيضا نكرر الدورات إن شاء الله، الندوات الورش إن إن شاء شاء الله الله، وهذه كلها برعاية معهد إعداد المدربين التقنيين، أكيد أكيد وعميدنا دائما يدعمنا الأستاذ المساعد الدكتور سالم حرز جسام، وأستاذ فائز معروف بدوراته بصراحة المميزة، وإن شاء الله أشكرك لنا أشكرك أشكرك لقاء معه أيضا إن شاء الله إذا الله خلانا. خليه ياخذ استراحة شوية أستاذ فائز، عندنا بعد ورشة وياه. والله أنا تعبان صراحة كل تعبان يعني أنا مريض لا وصوتي لا رايح لا من جوا أكيد، الله يساعدك الله يساعدك، بين بغداد والكوت الله يساعدك. لا يعني لأن شيء طيف موعد الدورة ما قدرت أجلها يعني لازم، أي أكون لازم، أكثر عدوها هواي أي يعني إن نعم شاء الله إن شاء الله. بصراحة إحنا همين قبل فترة هم أكو الحضور، همين ذاك الأسبوع كانت عندنا دورة هم على الحاسوب، وهمين كان حضور تقريبا 3 أرباع يجوز يعني حضروا ويانا، لأنه يعني أكو نعم بيهم نعم سألوني عليها، والأمر الإداري مالته صدر. بس بصراحة صورته كان مو واضح، فمن نشرته على التليجرام، فإن شاء الله أنشره، وهو وشهادات أستاذ فائز، دورة أستاذ فائز والأمر الإداري إن شاء الله، إن شاء الله إن شاء الله من نداوم الأحد إذا الله خلانا طيبين. إن إذا شاء أكو الله سؤال للحضور الكريم، بالمناسبة حتنشر اعتيادي تعرفون كلكم على التليجرام، على قناة التليجرام، وأي سؤال أي استفسار الآن اتفضلوا، موجود أستاذ فائز قبل ما نختم، عندكم شيء أستاذ فائز؟ عندك شيء تضيفه؟ أنا ما عندي شيء في رابط مال الحضور خلينا يجون جماعة موجود موجود الرابط نزلته، وهم حسه تمام تمام حنزل مرة. تمام أخواني اللي ما سجل خلينا هسه هذا عشان بقي إن شاء الله مدة 5 دقائق الرابط نعم أو أكثر من ربع ساعة كيف بعد والله، هو صار لي تقريبا اني ربع ساعة من نزلت، قلت لي عنده أوكي تمام مشكلة لأن تمام ضعف أوكي تمام بالنت، حتى تمام أوكي يحاول مرة مرتين. اوكي يلا دكتور عادي خليني 6 هسه 5 الا تقريبا 8 دقائق بس خليني 6 6 ان الا شاء الله 5، اي نعم ان شاء الله 6 ان شاء الله 6 بال6 ضبط ان شاء الله. ان شاء احنا الله ان شاء نغلق الله الرابط. اهلا وسهلا الحضور الكريم، كلكم ذوق، اهلا كرار. انا جاي هو يرسلون عن طريق الويتشات عفوا عن طريق الشات يشوفونه هو انا اشكر حضوركم اخواني شكرا جزيلا ما قصرت والله ونشكر الاستاذ شكرا هادي على جزيلا هاي لحضرتكم. التقييمات والالقاءات الرائعة صراحة الله يبارك فيكم جميعا، شكرا للحضور الكريم، ان شاء الله نكون قد وفينا، وان شاء الله استاذ فائز كفى ووفى بهذه الدوره، واي اقتراح تقترحوا، اي راي عندكم مثلا ان شاء الله على مواضيع الدورات القادمه، موجود استاذ فائز يستقبل ارائكم ومقترحاتكم قبل ما نغلق الساعه 6. ولو دكتور مداخلة بس اخواني خاصة طلبة وخريجين أي ساعدنا ويكون هذا ان شاء الله الموضوع لينكدين ان شاء الله لينكدين إن اللي هو شاء الله عبارة عن موقع الكتروني البحث عن عمل طبعا موقع جدا مهم دورة طلعناها على عام اتذكر من الكترونية هذه نعم نعم إي، وهاي بس هاي اللي واردوها نعم إي رادوها، نعم لهذا نعم اقترحت انه نكررها، لانه الاكثريه ما يعرفون شلون يدخلون لهذا الموقع، هو اكبر موقع للتوظيف. نعم 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 نعم، نشرت قناه التليجرام، يسرى سالت على قناه التليجرام. نعم موجود إن شاء الله تعال شات
نعم إن شاء الله. إحنا أي دورة نسويها أو أي ندوة أو ورشة ننشرها على قناة تليجرام وأيضا على موقع المعهد. ست بلا زحمة، آخر أسبوع سامية عندنا دوش وما حد ما نشرت الأسماء. منو سامية؟ ما عندنا اسم سامية بالمعهد مالتنا، ما عندنا اسم وعلى سامية. قناتكم مال تليجرام. ست جاسمية، جاسمية ما اعرف والله، انا قريت سامية. نعم شو عشان دراما رسم هندسي يمكن. ست جاسمية موجودة، ست جاسمية ممكن تجاوبيهم؟ السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. نورتينا. اي نعم انا موجودة. الله يخليك استاذ فايز، عاشت ايدك. اهلا دكتور، عاشت ايدكم على الدورة وعلى البرنامج. الله يخليك. بس اي يسألون. والله انا قاعده اشتغل بالطيت العلمي على مود الامر الاداري، بقت الشهايد لان انا صار عندي جهود مكثفه على مود الجوده، وقلت لهم للمشاركين لان قاعده اشتغل فعندنا تدقيق داخل وها، فتاخرت شويه. ان شاء الله تنشرها ان شاء الله عن قريب لنا والشهايد، وعلوني على التاخير ان شاء الله. تسلمين ست حبيبتي، رحم الله والديك. اسمع انه خط محفوظ.